Sayyidina Muhammad wa ala ali
balik ya mudin. Iya kana budu iya kana sta'inu binas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa bi ni'amati wa yuwafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunaki nabi min jamil awali wal abad wa tarfidla nabi ajamil hajar wa tutahiru nabi min jamil sayyat wa tarfau nabi indak ala darajat wa tubalil nabi yang syurga yang jamil khairati bin hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bil lisanil jamil bil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijati min wijatihi wa qasdi min qasdihi ta'udu barakatu alayya wa ala أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عشري يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور. اللهم اعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما على كل حال. اللهم اعنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وجماعتنا وعشيرتنا في هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلا ملائكة المقربين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا الله يا فتاح يا عليم. علمنا ما جعلنا من حكمتك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعة أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم ارحمنا من زمننا هذا وإلى الفتن وتطول الجرأة علينا واستشعر إيانا. اللهم اجعلنا منك من يزن منئن وحير الزن حسين من جميع خلقك حتى تبلغن أجلنا معافين. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله وأحينا بلا إله إلا الله وتوفنا مع لا إله إلا الله وادخلنا الجنة مع لا إله إلا الله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا كربا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا جهلا إلا علمته ولا علما إلا نفعته ولا ولدا إلا بركته ولا ولدا إلا بركته ولا ولدا إلا بركته ولا زوجا ولا زوجة إلا عشرته ولا قرآنا إلا حفظته وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
الآخره يا لك رضا وصلا الى يسرها وقديتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل واوصل ثواب ما قرأناه وما هللنا وما صبرنا وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقات متقبلة نقدم ونهديها إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإخوانه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من آدم إلى يوم القيامة يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا الله يا الله يا الله يا حميد يا مجيد يا من عندك مراد عليك حفظنا يا نصير يا معين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم بحرمة سورة ياسين ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين وإذ قال إبراهيم رب اجعل إنهن أدللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lini wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahi الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. دعواهم فيها سبحان الله وتحديهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى para jamaahnya. Ini hanya saudara Baskar mutarakannya. Ada satu paslon yang dia